حسن علاء في عملية النوعية وبعد الكثير من التحريات وبنتيجة جهد استخباراتي حسس تمكن مكتب المخابرات الجيش في الأشرفية اليوم من إحباط محاولة لزعزعة الأمن القومي اللبناني عبر إزالة علم فلسطين رفعه شاب فلسطيني على شرفة منزلي. أعتقد أن من اتخذ هذا القرار التاريخي سيحظى بتنويه العماد قائد الجيش. أول شيء شو عندك مشكلة أنت واللي مثلك مع الجيش؟ شو مشكلتك يعني؟ عندك شي مشروع تاني غير الجيش والدولة؟ أما عتلين هم مثلا بصير شي المستقبل؟ ما عندي شي، ما تعتلها. أنت مين؟ أي جيش بتحب أكثر شي؟ جيش المعلومات؟ إيه نحن كمان بنحب فرع المعلومات، بنحب الجيش كمان، شو في؟ حبهم كلهم. بس عن جد معك حق، ليش انه شالوا علم فلسطين من الاشرفية؟ يعني انه الجيش شو بده بهالشغلة يعني؟ اللي عم يتدخل؟ انه شو بده يصير يعني؟ انه شباب الاشرفية غرامهم العلم الفلسطيني، معروفة عبر التاريخ يعني من ايام حرب السنتين هن بيعبدوا شيء اسمه علم فلسطيني شباب الاشرفية، ليش الجيش شال العلم؟ شو كان رح يصير يعني؟ ما بعرف انت شو كان بدك بالموضوع، ليش فتحت قلبك هالفتوح هذا؟ احنا نص المسيحيين متضامنين مع الشعب الفلسطيني، انت شو بدك اياهم كلهم يعني مسح جرد واللي مش متضامن بدك تقول عنه عميل مثل العاده؟ ومفكر لبنان ساحه لرفع الاعلام من مختلف البلدان مثل الاوتيلات يعني بيدرزوا عليهم الاعلام؟ خي انا ما بدي احكيك بالسياسه، اختي السياسي واللي بحب السياسه، انا بدي احكيك بالرياضه، السنه الجايه في مونديال والسعوديه بلد يمكن يشارك بالمونديال، ما بعرف اذا تاهل ولا لا. اعتبر في شاب مثلا بالضاحيه بده يشجع فريق السعوديه، ايه السعوديه دوله عربيه ولازم يشجعها، واجى يعلم على السعوديه بالضاحيه شو بصير فيه؟ الجيش ما بيقدر يتدخل فيها هيدي. حبيبي حسنتي في مناطق بلبنان علم لبنان ما فيك ترفع فيها، خلي ليش تروح لبعيد؟ انا ما بدي لك السعوديه، انا بدي اعمل معك اتفاقيه، اذا حدا بيقدر يعلق علم الانصار بجنوب وببعلمك وبالضاحيه انا بدي اعلق لك علم فلسطيني على سيارتي بدل نزل كفيه.